حياتنا استمرت وحياتهم ظلت عالقة في الرابع من أغسطس آب عام 2020. عام كامل مضى على انفجار مرفأ بيروت، اللحظة التي تجرأ فيها صخب الانفجار هازما صمت الموت، مغيبا ما يزيد عن 200 شخص ومصيبا ما يجاوز 6000. والصخب والصمت حتى بعد مرور سنة لا يتركان مساحة كافية للحزن. أمنستي إنترناشونال تتهم السلطات اللبنانية أنها تعرقل بوقاحة مجرى التحقيق فيما حدث في المرفأ، وهيومان رايتس ووتش تؤكد أن المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي في لبنان تسمح بتجنب المساءلة رغم الإهمال جنائياً وانتهاك حق الحياة. كيف تتحقق العدالة لضحايا مرفأ بيروت؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد ووسائل الاتصال هي المعتادة. على الهاتف 00442038752989، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو على صفحتي الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. الكثير من الآراء سنحاول أن نستعرضها اليوم معكم بطرق مختلفة، ومنها الآراء التي دائما ما نستقبلها أونلاين كذلك. ماك مثلا غرد لنا وقال إن الانفجار ترك الكثير من الأثار، فقال إن انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب ترك أثارا في حياة كل فرد من سكان المدينة. التأثير كما قال ماك كان عميقا هائلا على الكثيرين، خاصة الأطفال، في حين فقد بعض هؤلاء أحد أفراد أسرهم، رأى آخرون الوالدين مصابين بجروح بالغة. أما محمد فيقول الوضع في لبنان لا يبشر بتحقيق عدالة لضحايا انفجار بيروت بسبب نظام المحاصصة الحزبية والطائفية. إيمان قالت لنا للأسف ما عاد ينعاد ولا حق ولا أي شيء، نحن صرنا ببلد يدعم الظلم، ياريت فيني أعمل شيء لكن ليس باليد حيلة. إيمان تدمج ما بين العامية والفصحى في تعليق يبدو غير متفائل كثيرا بفكرة تحقيق العدالة لمن سقط أو أصيب أو خسر ما يملك أو خسر منزله في هذا الحادث الكبير. نحاول اليوم أن نسمع للكثير من الإفادات، وللأسف سنعيد عدد كبير ممن يتصل معنا عام إلى الوراء لكي نتذكر ما حدث يومها على وجه التحديد، وأين يرون تحقيق العدالة من هذه النقطة. من هؤلاء تحديدا أرحب من بيروت، من موقع انفجار مرفأ بيروت، كوثر فخر الحلبي تنضم إلي من هناك. كوثر هي مواطنة لبنانية أصيبت بهذا الحادث أو في هذا الانفجار. يا كوثر أهلا بحضرتك، ألف حمد لله على السلامة، وإن كانت متأخرة أعلم أنك يا عزيزتي أصلا من صيدا ولست من بيروت، لكن ساقك الحظ أن تكوني في زيارة لأختك يوم حدوث الانفجار. اسمح لي أن أعيدك عام إلى الوراء لكي نتذكر رغم الألم ما حدث يومها يا كوثر. مساء الخير للجميع، يعطيكم ألف عافية. للأسف هي ذكرى أليمة جدا، الواحد يجي يتذكرها قلبه بيبكي. وقت أنا كنت نازلة أزور أختي وصارت في حريقة حد البيت، رحنا نشوف شو في، لقينا في حريق بالبداية. شوي شوي صارت تكتر الأصوات وتكتر الحريقة وتكبر، وإجا الإسعاف. بلمح البصر يعني كنت مرقة من الغرفة بدي أشوف شو صار، لقيت حريقة كتير كبيرة. فبدي ارجع ما لحقت ارجع، قام طلع الانفجار وفات في الشباك بالقزاز بالحديد وغبت عن الوعي. صحيت على الدنيا ما بسمع ما بشوف. يعني لبنان كله يعني مش هو ابدا، مش بس بدي اقول لك البيت، لا لبنان كله مش هو. فقت كانوا عم يدوروا علي، في باب كان واقع علي، سهري كان واقف حدي كمان، طار من غرفه لغرفه وكمان الدم كتير. أنا تقطبت 160 قطبة ووجهي انفتح 3-4 مرات. كان عنا 5 إصابات بالبيت، الحمد لله كلهم كانوا طفيفين. أنا أكتر شيء تضررت، عملت عملية بعين اليمين كانت مجروحة سنتي ونص، عين شمال لحد الآن بعد العلاج فيها ما خلص. هني إجمالا عن مين الاثنين لهلا العلاج فيها ما خلص. ديني بخذلهم دواء مزمن لأنه إذا بوقف الدواء بصير في صرع كبير براسي.
تعالجت كثير لقصة الأعصاب بالراس والكهرباء والقصص، وما زلت يعني عم تابع علاجي. خسرت شغلي لأنه ما عادش قدرت جسمي يساعدني على الشغل مثل قبل، الحمد لله. أنا شايف صور تحملي صور لوقت إصابتك تحديداً يا كوثر، والصور مؤلمة جداً. يعني أحاول أن أتخيل حجم الألم الذي مررت أنت حتى به. كم أخذت رحلة العلاج حتى تستطيعي أن يتعافى وجهك ولو قليلاً؟ يعني نراك ما شاء الله إلى حد ما الوضع يبدو أفضل بكثير من الصورة. ومن ساهم في علاجك؟ يعني هل تلقيت أي مساعدة أو اهتمام ما كي تقومي برحلة العلاج هذه؟ تقريبا بدك تقول انا بقيت لحد 7 شهور والدكتور يشيل الازاز من وجهي. انا كثير عانيت بقصه الازاز، يطلعوا من عيوني، يطلعوا من جبيني، من خدودي، من 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 كل مكان بوجهي. كثير انا تعذبت لخلصت من الازاز. اللي عالجني هو الدكتور جو بارود، بقدم له تحيه كبيره. عالجني على حسابه الشخصي وما تردد يعني، وما بخل علي زي ما بقولوا. عالجني بكل اتقان الحمد لله. لم تتلقي أما دولتنا يعني لم يكن هناك أي علاج من قبل الدولة، يعني هي مبادرة فقط من طبيبك المعالج. صحيح صحيح. هو طبيب عرض نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه إذا في حدا بحب يتعالج عنده هو مستعد يقدم خدماته، ولكن الدولة لا ما تعرفت علينا بشيء. أنا بقول لك وقت الانفجار فوتونا على المستشفيات وقالوا الدولة هي بتتكفل، بس لما الواحد طلع من المستشفى عندك بقية العلاجات، عندك حكمة، عندك أدوية ما خلصت أنت لسه، هذا كله على حسابنا. وفي مرة أدوية حتى هذه قصة أخرى يعني بأزمتها الشديدة جدا في البلد عندكم. صح. وقت الانفجار بخلاف ما حدث لوجهك أو لجسدك يا كوثر، البيت نفسه أتصور اللي كنت فيه هل دمر تماما مثلا أم كيف كانت الصورة وقتها؟ هو لم يدمر تماما يعني، هو دمر جزئي بدك تقول، ولكن كل شيء فيه عفش اكيد راح الكب. في غرفه انهدت رجعنا عمرناها وبعدنا يعني عايشين فيه للبيت. بس كمان انه الدوله ما عوضت بشيء لا بيت ولا سياره، يعني نحن رحلنا 3 سيارات بالانفجار، لهلا ما حدا عوض لنا بشيء. البيت يعني الله يبارك بالجمعيات اللي ساعدوا، ونحن كمان حطينا منهم حتى قدرنا سويناه. يعني يعني الى الان ما فيش اي تعويضات من اي نوع. سبب لهذا اللي نحن فيه؟ لا لا ابدا ابدا. هل كنت لحالك يا كوثر؟ بيت الاسره كيف كان حالها لحظه الانفجار او حتى ما بعد ذلك؟ لانه واضح ان رحله علاجك كانت طويله وما زال بعض الاثار ممتده الى الان. كيف تعاطت الاسره معك؟ اكيد كان صدمه كبيره، بس بنقول الحمد لله انه ما صار في عندنا فقدان للارواح. يعني بتضل بقول يعني قدر اخف من قدر. اكيد كان صدمتهم كبيره وكثير زعلوا وحاولوا يعملوا المستحيل لحتى لي ما يحسسوني انه انا تشوهت. بس انا كنت كثير متفائله وقول يعني ما مشكله، المهم اني انا اشوف بعيوني. انا قعدت 7 ساعات 8 ساعات انا ما بشوف ولا شيء بعيوني، فقلت انا ما مشكله عندي اذا كان شكلي مثل ما هو هلا بالصور، بس المهم اني انا اشوف. بس الحمد لله الله قدر ولطف، واكيد عائلتي كلها كانت واقفه حدي يعني معنويا، والحمد لله الله يبارك لي فيهم كلهم. الله يخلي لك اياهم، وما فيش تشوه ولا حاجه، زي الفل معانا. اليوم يا كوثر هناك خروج، واسمع للاصوات من خلفك لدرجه ان لدينا حتى صعوبه في تفسير بعض الكلام. خرجت الكثير من الفعاليات والتظاهرات تطالب بالحساب والقصاص بعد مرور سنة. هل تثقي في محاسبة المسؤولين عما حدث؟ المضحك المبكي عنا بلبنان انه كلهم بيقولوا لك بدنا نحارب الفساد. طب الفساد منين اجى اصلا؟ مين اللي بده يحارب الفساد؟ يعني لست متفائلة من فكرة محاسبة المسؤولين عن الانفجار ايضا؟ ما حدا حيتحاسب لانه هن كلهم ببعضهم، ما بدهم حدا يتحاسب. لو بده يصير في حساب كان صار، صرنا سنة لهلا ما صار في حساب، ما صار في ولا اي شيء الواحد ينسند عليه لهلا سنة. معقول؟
ما بعرف. يا كوثر أنا أشكرك، ما بعرف ولا أنا أعلم، وأعتقد هو سؤال كبير وغامض يطرحه جميع اللبنانيون أتصور يا عزيزتي، لكن ألف حمد لله على سلامتك وإن كانت متأخرة، وما شاء الله الفرق ما بين الصورة والواقع الآن يعني تاتش وود، كويس جدا أننا وصلنا إلى هذه المرحلة، وإن كان طبعا الألام النفسية والجسدية كبيرة جدا. كوثر فخر الحلبي مواطنة لبنانية ممن أصيب في انفجار بيروت، شكرا جزيلا على التواجد معنا اليوم من موقع الانفجار اللي اليوم بتحيا فيه الكثير من الفعاليات، أو تم إحياء الكثير من الفعاليات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين. حالة كوثر يعني ما شاء الله مرة أخرى هي كانت أكثر حظا من عدد كبير جدا ممن فقد الأحبة وفقد عدد من الأهل أو أصيب بشكل مباشر وخسر جزء من جسده. هناك حالات كثيرة جدا خسرت منازلها تصل إلى حوالي 70,000 منزل أو يزيد كما تقدر بعض الجهات. الآن السؤال الأكبر هو إعادة الأعمار والمساءلة كذلك، ما الذي يضمن هذه المساءلة والوصول لمحاسبة من يتحمل تبعات هذا الانفجار ويتحمل المسؤولية عنه؟ أحد الأسئلة اللي نطرحها عليكم اليوم في نقطة حوار، وأرحب بشروق من بيروت. يا شروق أهلا وسهلا، كما ذكرنا فعاليات كثيرة تجوب شوارع العاصمة، بدأت من مرفأ بيروت، تابعنا بعض التطورات حتى في محيط مجلس النواب واشتباكات كذلك، والجميع يطرح شعار واحد وهي فكرة محاسبة المسؤول عن هذا الانفجار. لماذا برأيك يتأخر تحقيق العدالة في هذه القضية أو الكشف عن المسؤول عن انفجار المرفأ؟ أول شيء أهلا وسهلا فيك. أهلا محمد. ثاني شيء مش تأخر، لن نصل إلى محاسبة أي حدا، لأنه نحن بلبنان تعودنا أنه بدلهم يخلونا يكسبوا وقت لينفتونا القضية اللي نحن نازلين عليها للشوارع. مين بده يحاسب مين؟ ما هي السلطة هي سبب اللي نحن فيه هلأ، هن بده يحاسبوا حالهم؟ ما في طريقة أنه يتحاسبوا غير لما كلهم يغادروا. بس الآن لدينا ضغوط، يعني خلال اليومين الماضيين حتى خرجت تقارير حقوقية كثيرة من كبريات المنظمات العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرها، الجميع يتهم مسؤولين بشكل مباشر في الضلوع أو المسؤولية بالإهمال عن ما حدث، وهناك ضغوط دولية كثيرة جدا في تحريك ملف المحاسبة أو العقوبات حتى. هل يمكن التعويل على هذه التقارير أو هذه الضغوط الدولية؟ طيب نتمنى، بس يعني غير ما الشعب يوقف وقفة واحدة وينزلهم عن السلطة حتى الدول برا ما حيقدروا يشلوهم، لأنه هول الأشخاص بيعتبرونا أرقام بس ما بيعتبرونا شعب. صرنا بالسلطة 30 سنة، و30 سنة مرقنا بحروب، مرقنا بكل شيء مشاكل، ولا مرة حدا تحاسب ولا مرة، يعني كان يجي تعويضات للبنانية كان يسرقوا لنا إياها. أنا وأنا معك يا شروق، حتى نتابع بعض اللقطات الحية المباشرة، واضح أن هناك اشتباك أو احتكاكات كبيرة بالتزامن مع هذه الفعاليات تحديدا في محيط مجلس النواب، ونرى بشكل واضح قنابل غاز مسيل للدموع وأعلام موجودة، واضح أن هناك حجم كبير من الغضب للمطالبة بمحاسبة المسؤولين. الآن لدينا طرح بفكرة رفع الحصانة عن المسؤولين حتى نستطيع أن نقوم بمحاسبة من هو مسؤول عن ذلك. صح، نحن عم نطالب برفع الحصانة عن كافة السياسية بلبنان، من رئيس الجمهورية لا أصغر حدا بهالدولة، كل حدا عليه حصانة لازم تتشال ويتحاسب مثله مثل غيره، لأنه كلهم وكل شخص كان بيعرف هو سبب بهذا الانفجار. لو ممكن في ناس بتقلك ممكن هو عمل إرهابي ممكن كذا، بس أنتوا ساهمتوا بحصوله، مجرد أنه قبلتوا أنه هيدي السفينة ترسى عنا وتنزل هالأغراض عنا بلبنان، أنتم مساهمين بهذا الفساد. يعني أنت لا تستثني أحد من المسؤولية عن ما حدث كما أفهم من حديثك.
أكيد هن بيتحملوا كامل المسؤولية. أشكرك يا شروق، لقطات مباشرة واضح فيها بشكل مباشر من بيروت تحديدا من محيط مجلس النواب، وكان هناك بعض الاشتباكات وإطلاق قنابل غاز وغضب كبير ممن يطالب بفكرة المحاسبة الآن، أو على الأقل معرفة من هو المسؤول عن ما حدث قبل عام وأسفر عن كل هذه الخسائر. أعود إلى المرفأ مرة أخرى لكي أرحب بضيفي من هناك السيد إيميليو مطر، هو عضو حركة مواطنون و مواطنات في دولة. سيد إيميليو أهلا بحضرتك، العنوان العريض لفعاليات اليوم هو المحاسبة، كيف تتحقق المحاسبة من وجهة نظرك؟ سيدي شكرا لاستضافتكم، أولا جئنا لكي نقف إلى جانب الأهل، هؤلاء الأمهات والأباء الذين فقدوا ذويهم، فقدوا أولادهم، وبالتالي لا شيء يعلو فوق آلام هؤلاء. فيما يخص المحاسبة سيدي، نحن على يقين أن هذه السلطة لن تحاسب نفسها، لأنها هي بكل بساطة هي التي ارتكبت هذه الجريمة الكبرى، وتماما كما عفت عن نفسها من 15 سنة من الحرب والدمار والقتل منذ العام 75 إلى العام 90 وتسلمت مقاليد السلطة في السلم، كذلك ستعفو عن نفسها هذه المرة، ونحن لا ننتظر أي محاسبة من هذه السلطة، وبالتالي يصبح هدفنا الآن إسقاط هذه المنظومة الطائفية التي هي لن تولد إلا المآسي والكوارث والإجرام. بس البعض يقول أن مر عام صحيح هي فترة طويلة جدا لمن فقد أهله أو جرح أو فقد منزله، لكن قضايا أخرى كثيرة حتى داخل لبنان نفسه عندما وضعت تحت تحقيق دولي حتى أخذت وقت أكبر بكثير. هل نبالغ عندما نقول أن عام فترة طويلة جدا كي يتم التحقيق في حدث كتلك، ويجب أن تعطى هذه السلطات فرصة أطول لاستكمال التحقيق، ولا أنت لا تثق بالنتيجة بالمجمل؟ سيدي كما سبق وقلت، هذه السلطة ستعفو عن نفسها كما عفت عن سنين الحرب وعن كل الجرائم التي لا تزال ترتكبها منذ ثمانينيات هذا القرن الماضي، وبالتالي طبعا لا نثق بهذه السلطة، ومعركتنا الآن هي لإسقاط هذه السلطة الطائفية، لأن سلطة من دون شرعية لا تستطيع أن بطبيعة الحال أن تحاسب نفسها، لأن هي المرتكبة، وهي كناية عن وهي مزيج بين الإجرام والجهل، وهي لا تلد إلا الكوارث كما سبق وقلت. وفيما يخص التحقيق الدولي سيدي، الدول تعمل بحسب مصالحها، وسبق وحصل تحقيق دولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ونتج عن تحقيق طبعا نتيجة معينة، إنما هذه النتيجة من بعدها تحالف هؤلاء الذين هم على أساس الضاد، إنما هذه المنظومة كلها تحالفت للحفاظ على ما تبقى من وجودها في هذا المجتمع، من قبضتها على هذا المجتمع، ولو بشرعية تكاد تلامس الصفر. بالإضافة لفكرة معرفة المسؤول، أتصور أستاذ إيميليو هناك حديث كذلك عن تعويضات لمن فقد أهله أو أصيب أو حتى فقد قوته أو مصدر رزقه أو انهار منزله وخلافه. أين يقف هذا الملف الآن؟ يعني هل صرفت تعويضات ما للمتضررين إلى الآن على الأقل من ضحايا هذا الحادث؟ هل على هذا الملف الدولة تؤدي بطريقة جيدة؟ سيدي الدولة معطلة عن أقل واجباتها وأقل يعني هذه الدولة معطلة بشكل أنها لا تستطيع أن تجمع القمامة، يعني شاهدنا في 2015 على أزمة القمامة، والتي كانت هي عمليا أزمة حصانات، هذه الدولة لم تستطع أن تسقط حصانات بهدف جمع القمامة، وبالتالي طبعا نحن لا نتوقع أن يحصل متضررون انفجار على تعويضاتهم، طبعا طبعا لا،
هذه الدولة فاقدة الآن لكل أدواتها الإجرائية، وبالتالي طبعا لا نتوقع أن تجري تحقيق يهدد وجودها. هل القضية فقط في فكرة الحصانات يا أستاذ إيميليو؟ لأن مثلا هيومان رايتس ووتش تقول أن لدينا مشاكل بنيوية في النظام القانوني والسياسي في لبنان يسمح بفكرة تجنب المساءلة. هل القضية فقط في فكرة الحصانات، أم ما هي هذه المشاكل البنيوية من وجهة نظرك؟ سيدي، هذا النظام قائم على الحصانات والفيتويات. هؤلاء الزعماء الستة إذا توافقوا على أن يتم أمر في غاية الجنون يتم، وإذا اختلفوا على أصغر القضايا وأقتلها بديهية كجمع القمامة لا تجمع القمامة. وبالتالي نعم، هذا النظام معطل لأنه فاقد للشرعية، ونحن مواجهتنا الآن لإرساء شرعية دولة حقيقية في لبنان، وهذه الدولة في لبنان لا تستطيع أن تكون إلا دولة مدنية، لأن تركيبتنا الاجتماعية في لبنان نعرفها جيدا جيدا جيدا. وبالتالي نضالنا الآن لتحقيق دولة مدنية وإرساء شرعية هذه الدولة المدنية التي هي سوف تحاسب طبعا. نعم. شكرا جزيلا إيميليو مطر، عضو حركة مواطنون ومواطنات في دولة، كان معي من موقع مرفأ بيروت على وجه التحديد، ومتابعة للفعاليات التي خرجت اليوم بعد سنة على انفجار المرفأ. شكرا جزيلا إيميليو. ما زلنا معكم في هذه المتابعة إذن، والكثير من الاتصالات الهاتفية كذلك في انتظارنا. فالنتينا تتحدث من بيروت. فالنتينا أهلا وسهلا. مرسي، أهلا فيك. عام مر على هذا الحادث الأليم بكل المقاييس، ما الذي يعيق الوصول إلى تحقيق أو نتيجة تحقيق تعتقد الآن في هذه المرحلة؟ هي السلطة بذاتها من أعلى الهرم لا أسفله عم يعملوا يعني أكبر جهد فيهم يعملوه طيعيقوا التحقيق أو يعيقوا أي قاضي بيجرب ياخد أي قرار بخصهم لقلون. مادام هن رفضوا يمتثلوا أمام القضاء، ووقت اللي طلبوا أنه يرفعوا الحصانات هن أول ناس عملوا خبرية التصويت ضد أو مع الحصانات، وطلعوا مع انه ضد شيل الحصانات ورجعنا للاول وما وصلنا لنتيجه. هل اذا ازيلت هذه الحصانات تعتقد اننا يمكن ان نصل لنتيجه في هذه الحاله؟ على القليله اذا بطلوا محصنين فيك تجبرهم يجوا على المساءله او على التحقيق، ببطل عليهم شيء يحميهم بالقانون. وانت تستبعدي ذلك؟ نعم، سوري ما سمعت. تستبعدي فكرة أن تزال الحصانات ولا ممكن أن تتحقق؟ ما رح تصير، لأنه وقت اللي هن أول ما بلش القاضي صوان وهددوه بالقتل، وهلأ القاضي بيطار عم بيخونوه، هيدي مش سلطة بقى حكمة، هي صارت مافيا، وهن مفصلين القانون على ذوقهم وعاملين كل شيء يعني تيحموا حالهم، وحتى ما فيك توصلهم. يعني انت لو شلت الحصانات ما انك قادر توصلهم للموظفين اللي حواليهم والناس اللي حاطينهم تيحموهم المسلحين والزعران. كثير صعب، أنا أتابع معك على الشاشة على الهواء الآن بعض اللقطات المباشرة. فالنتينا، هناك مواجهات، هناك قنابل غاز كانت موجودة، وهناك عدد كبير من اللبنانيين الغاضبين يرتدي حتى أقنعة لتفادي قنابل الغاز، وبعض قوات الدفاع المدني كانت موجودة. يعني واضح أن كمية الغضب كبيرة جدا لمحاسبة المسؤولين أو لمعرفة من هم هؤلاء المسؤولين على الأقل عن هذا الانفجار. لكن بالتوازي هناك مسار آخر يدور، سواء إذا كان إعادة الإعمار مثلا أو محاولة صرف تعويضات أو معالجة المصابين. هل تسير هذه المسارات على الأقل بشكل معقول أم هي متعثرة مثل معرفة نتيجة التحقيق كذلك؟ كمان متعثرة، في ناس طلع على تعويضات، في ناس ما وصل لتعويضات وما حدا سأل عنها، وبعدها لهلا قاعدة بيوتها. إذا بتنزل بشوارع بيروت بعد في بيوت إزازة شبابيكا نايلون، يعني ما في إزاز، في ناس بعدها لهلا ما حدا عم يطلع فيها لأنه منا معنية بولا جهة سياسية. وآلية المحاسبة لهول الناس، الناس غضبانة والناس عم تفكر إنه يلا بنغتالهم وبنخلص منهم،
أنا من عن هيدا المنبر بنشدهم إنه اغتيالهم بده يعملهم شهداء وأبطال، هول الناس لازم الثورة هي بحد ذاتها تجيب قضاة مستقلين يحاسبون. طيب هو طبيعي لأن فكرة الاغتيال في حد ذاتها لا يجب أن يتم التشجيع على العنف أو على هذا البديل إطلاقا، لأنه لبنان نفسها اختبرت كثيرا أن هذا البديل لا يأتي إلا بوبال من التبعات السيئة. وأعتقد تحقيق العدالة يختلف عن الانتقام كما نقول. أنا فالنتينا أنا أشكرك شكرا جزيلا على التواجد معنا خلال الحديث وخلال النقاش معكم. ما زلنا بين الوقت والآخر سنرى هذه اللقطات المباشرة كذلك، وسأوافيكم إذا كان هناك تطورات أخرى، لكن دعوني أتوقف مع بعض الآراء التي جاءتنا أونلاين. أيضا جواد مثلا قال لنا جميع القضايا الجنائية وغير الجنائية التي شهدتها لبنان وكذلك التي تشهدها المنطقة العربية بالمجمل قيدت ضد مجهول على الرغم من وجود دلائل وبراهين على الجناة، لكن أحزاب السلطة لا تريد أن تفضح نفسها. محمد قال أيضا لنا يعني حدا متذكر إمتى تحققت عدالة لبنان آخر مرة شم فيها لبنان عدالة، يتساءل متندرا. أما الشيخ أبو محمد فيقول إن العدالة العربية تتحقق عندما تستقر كأوراق في أدراج المكاتب. مروة قالت مرت سنة والعدالة بعدما تحققت، عن جد وقف الزمن، الله يرحم الشهداء. أما محمد فيقول ولا أي عدالة تحققت للشعب اللبناني، الشعب اللبناني ميت جوع ومظلوم والشعوب العربية أكثرها في نفس الحال. أما علاء فيتحدث لنا عن ذكرياته على وجه التحديد في هذا اليوم ويقول شو بدنا نحكي عن تجربتنا، متنا من الخوف وأنا عم بسمع صوت الصاروخ قبل ما يقصف الهدف، ولما قصف الهدف شعرت وكأن الضربة براسي، ورغم أني أبعد 5 كيلومتر عن الانفجار لكن دمر زجاج المحلات والشوارع ونوافذ المنازل. من يسمي نفسه بيروتي غرد لنا وقال حليمة مش هتبطل عادتها القديمة، مسؤولين حرامية هيسرقوا منكم 4 آب مثل ما سرقوا قيمنا وأخلاقنا وفلوسنا، حتى قضية ولادنا سرقوها. بجانب الحديث المتكرر عن ضرورة تحقيق العدالة وعن تعثر التحقيق، هناك بعض المشاركات تتحدث عن زوايا أخرى. دعوني أتوقف مع بعض هذه الأراء. إذن رافائيل قال لنا الزمن وقف عند 4 آب، قلبنا وعقلنا بعد هنيك، اللي صار أكبر من أي شيء، يا رب بس بدنا عدالة. شيلي يغرد أو تغرد ويقول 4 آب أصبح يوم للذكرى الأليمة لكل اللبنانيين ولكل العالم خاصة عوائل الضحايا الأبرياء، لهم الرحمة ويا رب تتحقق العدالة. أما ياسمين فتغرد قائلة إن انفجار مرفأ بيروت هو كان تورطا أو اشتراكا أو إهمالا، هو جريمة لا يسقطها تقادم الزمن، بل الزمن كفيل بكشف مآربها. وشربل في حديثه وفي مشاركته معنا يدعو الشعب اللبناني أن تتخلى القوى الأمنية عن حماية المنظومة الحاكمة وأن تقف في صف الشعب خلال معركة تحرير الناس من معذبيها في الذكرى السنوية الأولى لجريمة انفجار مرفأ بيروت. استمروا في إرسال المشاركات أونلاين أرجوكم، نحن في نقطة حوار ملتزمون بنشرها. وسريعا أرحب عبر خدمة سكايب بضيفتي الأستاذة رندلي جبور منسقة اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر. سيدة رندلي أهلا بحضرتك. تقارير كثيرة خلال اليومين الماضيين توصف ما حدث في لبنان وجميعها للأسف ترى أن هناك تقصير واضح جدا إلى حد قول منظمة العفو الدولية أن السلطات تعرقل بوقاحة مجرى التحقيق. مساء النور سيدي. بداية من هي السلطات؟ من المعروف أن في لبنان هناك عدة سلطات تكون الدولة اللبنانية، هذا أولا. ثانيا هناك عدة مسؤولين ولا ينتمون جميعهم إلى طرف واحد. العدالة تأخرت نعم، الحقيقة تأخرت نعم، ولكن رئيس الجمهورية وضع نفسه بتصرف القضاء والمحقق العدلي
وأعطى مثالا ليقول إن رئيس الدولة ورمز الدولة وأعلى منصب في الدولة وضع نفسه ومستعد للإدلاء بإفادته حول المعلومات التي يملكها عن موضوع نترات الأمونيوم وانفجار المرفأ، بالتالي على الجميع عدم التحجج بأي ذريعة أو بأي حصانة، وليذهبوا جميعا إلى المحقق العدلي ويمثلوا أمام التحقيق، والتحقيق عندها يبرئ البريء ويحاسب المجرم. بس يعني هذه المنظمات لا تستثني أحد يا أستاذة رندلة، يعني هي قالت في عنوان عريض أن السلطات صحيح تعرقل بوقاحة بين قوسين سير التحقيقات، هذه أمنستي، لكن هيومن رايتس ووتش في تقرير طويل جدا عنوانته باسم ذبحونا من جوا، كل الأسماء موجودة في التقرير، عون، دياب، توني صليبا، جون قهوجي، كل الأسماء الكبيرة والجهات الكبيرة السيادية في لبنان مسؤولة، وتتهمها هذه المنظمة بالفشل في اتخاذ إجراءات حماية الناس. هنا أرد بنقطتين سيدي، النقطة الأولى يعني لا يجب وضع الجميع في سلة واحدة، لأن كل واحد في موقعه له علاقة مختلفة بموضوع النترات والمرفأ، يعني ما علاقة رئيس الجمهورية مثلا بموضوع المرفأ، ومتى علم رئيس الجمهورية بموضوع النترات؟ بالمقابل من هو المسؤول عن المرفأ؟ إلى أي جهة سياسية يتبع؟ من هم القضاة الذين سمحوا بإبقاء النترات؟ من أدخل النترات؟ يعني تختلف المسؤوليات. نحن لا نقول إن الجميع أبرياء ولا نقول إن الجميع مذنبين بنفس الدرجة، هناك مسؤوليات القضاء يحددها وليس نحن، وبالتالي تختلف المسؤوليات بين شخص وآخر حسب موقعه، حسب متى علم. يعني في أشخاص عرفوا بنترات الأمونيوم منذ العام 2013 و2014، وفي أشخاص مثل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عرفوا قبل أسبوعين فقط من الانفجار. بس في أشخاص علموا ولم يتحركوا. أسبوعين فترة ليست قليلة يا أستاذة رندلي، اسمحي لي، كي نمنع كارثة بهذا الحجم. يعني عندما يقول الرئيس أن وجه بيروت لم يكن ليتمزق كما قال لولا تراكم الإهمال، ما هو نفسه بشكل شخصي أهمل كثيرا هذا الملف، حتى ولو لمجرد أسبوعين كما ذكرتي، ترك الأمر لسلطات المرفأ أو حتى لمستشاره لمتابعته، وتجاهلوا تماما ولم يناقشوا، بالرغم من أنه رئيس المجلس الأعلى للدفاع، هو مسؤول أيضا، لا يمكن أن نبرئه. أولا مثل ما قلت لك، هناك من عرف منذ 2013 ولم يتحرك، هناك من عرف وتحرك بوقت من الأوقات. غير صحيح أن رئيس الجمهورية لم يفعل أي شيء، إن رئيس الجمهورية أعد تقريرا وأرسله إلى السلطات المعنية، هو ليس سلطة تنفيذية، ودعا إلى إزالة النترات بأمان وبطريقة سيف. يعني بالتالي هو قام بواجبه كرئيس جمهورية، ولكن هو لا يستطيع كرئيس جمهورية أن ينزل إلى المرفأ ويزيل الأمونيوم بيديه. بس لم يتابع الأمر، يعني هو كتب تقرير وأرسله. هو تابع الأمر يا سيدي، هو تابع وسأل أين أصبح هذا الموضوع، ولكن للأسف كان هناك يعني عطل، هذه ليست حجة طبعا، ولكن المعنيين تأخروا أو ربما لم يتحركوا أو لم يفعلوا اللازم، بالتالي ربما رئيس الجمهورية يتحمل نوع من المسؤولية المعنوية، ولذلك وضع نفسه بتصرف القضاء، ولكن فلنحاسب من كان بموقع مسؤولية تنفيذية ويستطيع أن يفعل أي شيء، الوزارات المعنية، القضاة الذين أخذوا قرارات خاطئة، إدارة المرفأ التي كانت ساكتة، الأطراف السياسيين الذين نزلوا على المرفأ وعقدوا مؤتمر صحافي في العام 2019 ودافعوا عن إدارة المرفأ ووضعوا خطا أحمر وهم كانوا يعلمون منذ ما قبل بوجود النترات. لذلك هي فكرة المحاسبة هذه مهمة جدا يا أستاذ رندلة، ولذلك سنناقش كيف يمكن أن تتحقق الآن، لأن الأمر غريب. يعني عدد كبير من المتصلين حتى قال الجميع يدين الفساد في لبنان، الجميع يطالب ب المحاسبة، وهذا لا يحدث. ربما سأناقش حضرتك لماذا لا يحدث في حين إن الجميع يدين ذلك، من هو الفاسد؟ طيب إذن خليني أسمع بعض الاتصالات الهاتفية أرجوك. مهدي من بيروت، يا مهدي أهلا وسهلا. نعم، تحياتي لحضرتك ولضيفتك. أهلا بك عزيزي، هل تثق في سير التحقيق إلى الآن بالطريقة التي يسير فيها؟ لأن لدينا اتهامات مباشرة للسلطات بالمجمل أنها تعرقل تحقيق عادل فيما حدث في مرفأ بيروت.
نعم، على صعيد القضائي نعم نثق بالقاضي بيطار لأنه وجه أصابع الاتهام إلى شخصيات نافذة ضمن السلطة السياسية، ولكن ما لا نثق به هي جدران الحماية الطائفية والحزبية عبر كلمة حصانات التي تقوم السلطة السياسية بوضعها لمنع متابعة مسار هذه التحقيقات. بس لفتني الأستاذة رندلة تحدثت عن الجهة التي ينتمي المسؤول عن المرفأ إليها، بدري ظاهر، ألا أليس مقرب من التيار الوطني الحر وكان يحظى بغطائه وصدرت عبر التلفزيونات، يعني أصدرت ملفات فساد حوله وغطاه التيار الوطني الحر في مكانه. إذا الجميع مسؤول عن الانفجار، إن لم يكن مشارك بالجريمة فمشارك بتراكم الفساد وتغطية الفساد التي أوصلت إلى هذا الانفجار. ما نثق الذي يعيق بالقاضي فكرة بيطار. نعم رفع الحصانات هذه؟ طيب إذا كانت ضيفتي الآن تقول إن الرئيس نفسه قال أو يضع نفسه أمام القضاء ولا يمانع في ذلك، لماذا لا ترفع الحصانات وبالتالي نستطيع أن نحقق بطريقة أكثر عدلا وانضباطا؟ لأن السلطة السياسية، النظام السياسي في لبنان مكون بطريقة يجعل الجميع شركاء في الحكم والجميع مسؤولين عن ما يحدث. يعني اليوم هناك قاعدة عامة في جميع دول العالم، حيث توجد صلاحية توجد مسؤولية، هؤلاء يملكون الصلاحية، جميع الوزارات والوزراء والسلطة التنفيذية ومجلس النواب هم متحالفين، يعني إن اختلفوا على الحصص ولكن في الجوهر متحالفين، وبالتالي لن يسمحوا بقيام تحقيق يدينهم. هذا التحقيق من سيدين؟ من هو المسؤول؟ من يملك السلطة؟ من يملك القرار؟ أليس السلطة التنفيذية في يدهم ورئاسة الجمهورية؟ لا أتحدث فقط عن تيار الوطن الحر، أتحدث عن سلطة مجملة، عن الأحزاب مجملة، لأنه في وجهة نظرنا اليوم الصراع ما بين طبقة سياسية واحدة ومجتمع لبناني أو مواطنين لبنانيين من جهة أخرى. بس ضيفتي الصراعات تكرر كثيرا فكرة أنه لا يجوز أن نضع جميع المسؤولين في سلة واحدة، واضح أنك لا تتفق معها. ألم يكونوا في حكومات وحدة وطنية منذ عام 2011 إلى اليوم؟ ألم يتقاسموا، عفوا، وما بعد التسوية الرئيسية، هناك أعتقد حكومة لم يكن، ما بعد التسوية الرئيسية ألم يتقاسموا الحصص في مجلس الوزراء؟ عندما يتحالفون حول سد بسري أو حول المشاريع الفاسدة، أين نكون نحن؟ ولكن عندما يختلفون على تحميل المسؤولية لبعضهم. أشكرك اليوم يا مهدي، من شكرا أتى جزيلا. برئيس؟ خليني أسمع دارين أرجوك قبل أن أعود للأستاذة رندلي مرة أخرى. دارين من النبطية، دارين نعم، أهلا يا عزيزتي، أهلا وسهلا، تفضلي اطرحي وجهة نظرك. أنا أوافق مهدي في كل ما قاله، وقد سألت لماذا لا يتم الكشف عن الجريمة حتى الآن. الأحزاب الحاكمة يا سيدي هم مثل الشبكة العنكبوتية المتداخلة، يتكافلون مع بعضهم البعض لحماية أزلامهم، ولا يريدون أن يتحملوا وزر ما حدث. بالإضافة إلى نقطة تسييس كل ما يجري في لبنان من أصغر حدث إلى أكبر حدث، وأكبر دليل عندما حاول القاضي بيطار أن فقط يحقق مع بعض النواب والوزراء، قامت الدنيا ولم تقعد، ووقاحة النواب أنهم كتبوا عريضة لعدم رفع الحصانات. فهم دائما يتعاونون مع بعضهم البعض ويحمون ظهور بعضهم عندما يتطلب الأمر. هل هناك طريقة لكسر هذه الدائرة؟ الآن لدينا تقارير مباشرة من منظمات دولية تقول إن لديها أدلة واضحة على ضلوع بعض المسؤولين في هذه الجريمة أو المسؤولية عنها على الأقل، وهناك ضغوط حتى دولية. هل يمكن أن يصنع ذلك فارقا؟ والله أشك في ذلك، لأن حتى التدخلات الخارجية تعمل لصالح الخارج وليس لصالحنا. عندما جاء ماكرون في أول الأحداث وكان منفعلا وكان غاضبا جدا وأسمعهم كلام، عندما ذهب أصبح يعني يخاطب بالسني والشيعي، عمل ماكرون خطاب يحكي فيه سني وشيعي، يعني المنظومة اللبنانية طغت على خطاب ماكرون. فأنا لا أثق بالتدخل الخارجي لأنه يعمل لصالح دول الغرب، لن يعمل لصالح الشعب اللبناني أبدا. أشكرك دارين، شكرا جزيلا، لقطات مباشرة واضحة جدا، هناك إطارات مشتعلة كما كان واضحا فيها، وهناك مواجهات في محيط البرلمان على وجه التحديد، أقنعة يرتديها اللبنانيون الذين يحاولون التغلب على قنابل الغاز كما تم الإفادة به. أستاذة رندلي، فكرة التحقيقات الآن والمسؤولية عن ما يدور على وجه التحديد، وعدد من المتصلين طرحوا أنه
عندما كان هناك محاولة من قاضي التحقيق أو المحقق العدلي السيد البيطار، تم عرقلة هذا الأمر بشكل مباشر. هل تعتقد أن قضية الحصانات هذه سيتم تجاوزها وبالتالي نستطيع بعد ذلك أن نذهب إلى تحقيق يثق فيه اللبنانيون أنفسهم؟ سيدي، فقط إشارة سريعة على أمر ما ورد بمداخلة مهدي، وهي على علاقة بمدير عام الجمارك بدر الظاهر. لو كنا غطينا بدر الظاهر أولا لما كان في السجن منذ حوالي السنة، بدر الظاهر في السجن يا سيدي، فكيف نكون قد غطيناه؟ ثانيا، نحن على قناعة تامة بأن بدر الظاهر بريء لأنه قام بما عليه ووجه الكتب، ولكنه ليس المسؤول المباشر لا عن هذا العنبر ولا عن مواد النيترات ولا عن إدارة المرفأ. بالتالي هو قام ما عليه، وهو شأنه شأن الرائد نداف الذي خرج من السجن لأنه تبين أنه بريء. وأيضا ولكن لم نتدخل ولم نتحدث يوما عن بدر الظاهر لأننا نريد أن نترك لم يكن كل هؤلاء مسؤولين مباشرين. نترك القضاء أن يأخذ مجراه. بس القضاء لا يستطيع أن يأخذ مجراه، لأن كل عندما يريد قاضي أو محقق أن يجلب هؤلاء ويرفع عنهم الحصانة ليسائلهم لا يستطيع. كيف تنتظري أن يأخذ القضاء مجراه؟ غير صحيح، والدليل أن بدر الظاهر وغيره في السجن يا سيدي. ثانيا، بموضوع الحصانات، نحن مع رفع الحصانات الآن ومن دون تأخير، ونحن ضد العريضة التي قدمها النواب لإحالة النواب والوزراء والرؤساء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لأنه مجلس معطل وهذا يعني تضييع العدالة والحقيقة. ونحن ضد إجراء تعديل دستوري كما طلب تيار المستقبل ووافقه بعض الأفرقاء، لأن التعديل الدستوري يحتاج إلى عقد عادي لمجلس النواب، يحتاج إلى ثلثي مجلس النواب، يحتاج إلى حكومة أصيلة، وهذا غير متوافر اليوم. لذلك دعا رئيس التيار جبران باسيل الرئيس نبيه بر إلى عقد جلسة سريعة من أجل إقرار الحصانات من دون تعديل دستوري ومن دون أي شيء آخر. نحن نقول فلترفع الحصانات الآن. نعم، هناك من يعرقل، هناك من يتمسك بالحصانات لكي لا يذهب إلى القضاء، لكي يضيع الحقيقة، وهؤلاء معروفون. أما نحن فقد وجهنا رسالة مكتوبة إلى مجلس النواب، ورئيس الجمهورية خطى خطوة أولى بالقول أنا سأمثل ولا يهمني إن كنت رئيس البلاد أو رمز وحدة الوطن أو إذا كانت لدي حصانة أو لا. بالتالي نحن قمنا ما علينا كجهة سياسية. السؤال يجب أن يطرح لباقي الأفرقاء السياسيين، خاصة جماعة العريضة وجماعة التعديل أنا الدستوري. أدعو حضرتك أن نسمع عبد الرحمن، أرجوك. عبد الرحمن يتحدث إلينا من بيروت، وعبد الرحمن كان أحد المتضررين في يوم الانفجار، وكما فهمت عبد الرحمن أنك تضررت كثيرا في مقر عملك أو المحال التي تملكها. هل لك أن تخبرني تحديدا ما الذي حدث يومها، وهل تلقيت أي نوع من الدعم من حينها؟ للحقيقة أنا أخالف السيدة رندلة فيما قالته أن رئيس الجمهورية ليس بيده صلاحيات، فرئيس الجمهورية هو الذي عطل انتخاب رئاسة الجمهورية مدة سنتين، وعطل اليوم الوزارة مدة سنتين، وباقي من وهو الذي قال سهرية أو لا أحد، فلا يجوز عليها أن لها أن تقول هذا الكلام لأنه غلط. ثانيا، ما كانت هذه الكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم لتدخل المرفأ وتخزن وتحرس ويسحب منها بشار الأسد ما يلزمه لتدمير سوريا وشعبها، لولا أن حلفاء بشار النافذين هم الذين سهلوا هذا الأمر، ولولا تآمر النافذين بالدولة معهم ومن بيدهم الربط والحل. لذلك علينا أن نطلب المعونة القضائية الدولية التي يجب أن تحكم في هذا الأمر، لأن القضاء اللبناني ما زال مشكوك بحياته واستقلاليته. بس المعونة القضائية الدولية هذه ليست حل سحري أتصور يا عبد الرحمن، وتجربة اغتيال رفيق الحريري أخذت سنوات وسنوات، وإلى الآن لا يوجد رضا عن النتيجة التي خرجت بها. لو نظرت جيدا للقرار الدولي بخصوص الحريري لرأيته مقنع، وهو يتهم شخص مسؤول جدا بحزب الله، وواضحة القصة تماما. حزب الله فهم
والحريري فهم والدولة فهمت. طيب بس العالم كلها ما كلها بتفهم الموضوع. انا بس قبل ان اتركك اريد ان اعرف حجم الضرر الذي حدث لك يوم انفجار المرفأ. والله انا محليتي مع انه نبعاد عن الموضوع، مع ذلك اتكسرت الواجهات ونزلت الصقوفيات كلياتها علي، واضطريت غيرهم كلياتهم على حسابي لانه ما حدا دفع لي قرط واحد، ولا بدي حدا يدفع لي. انا انسان يعني وطني، بحب يعني يكون انا ضحي مش بس هذا، ولكن يعني كمان ما بيجوز انه ما حدا يسال عنا بالمره. يعني لم يطمئن احد عليك، هل تلقيت وعود حتى بالتعويضات وبعد ذلك لم تحصل عليها ولا؟ ولا اجوا سالوا ولا اجوا صوروا، انا اخذت الصور واخذتهم على الدوائر الرسميه وسجلتهم هونيك ورجعت لي يعني وست سبع مرات بدك تروح على الشغله لتزبط وما بتزبط وحالتنا حالي. طيب عبد الرحمن يعني انا اشكرك شكرا جزيلا. أستاذ رندلة، لو كان فكرة المسؤول عن الانفجار نفسه عليها كل هذا الجدل، ماذا عن المسؤول عن التعويضات الآن؟ يعني السلطة الموجودة الحالية تتهم بالتقاعس الشديد في التعاطي مع معاناة هؤلاء. عبد الرحمن يقول أنه لا يحتاج إلى هذه المساعدة ربما، لكن لا أحد سأل عنه، ويقال أن التعويضات لم تصرف باستثناء بعض التعويضات الرمزية لا تتجاوز 10% من المبلغ الذي كان خصص ويتجاوز 100 مليار دولار. لا أعلم إذا كان هذا مبالغة أم ماذا. أين التعويضات؟ يعني طبعا أقرت بعض القوانين في مجلس النواب على علاقة بالتعويضات، ورئيس الجمهورية أستاذ رندلة، رئيس الجمهورية قدم كل مخصصاته من أجل ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ولكن طبعا يعني لا شيء يعوض على أهالي بيروت، ونعم لم يحصلوا على التعويضات الكافية حتى الآن. نأمل بالمساعدات الدولية وبإقرار قوانين أخرى من أجل مساعدة أهالي بيروت. سيدي، نحن لا ننكر أن هناك تقصير، الدولة في وضع اقتصادي ومالي مزري، يعني الوضع صعب، ونحن نتفهم ونفهم جرح الأهالي، جرح الضحايا، جرح أهالي الشهداء، جرح المتضررين، ولكن يعني رئيس الجمهورية قدم مخصصاته، تكتل لبنان القوي قدم اقتراحات قوانين أقرت على علاقة بالإعفاءات والتعويضات، ولكن نأمل أن يحصلوا على مزيد منها من أجل أن يعودوا ويقفوا على رجليهم ويكملوا من أجل هذا الوطن. من الذي يعرقل ذلك؟ طيب يعني مر سنة، نحن لا نتحدث عن أسبوع أو اثنين، من الذي يعرقل ذلك؟ ليست هناك عرقلة بالمعنى العملي أو الواضح للكلمة، إنما هناك الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجعل كل شيء على علاقة بالتعويضات، على علاقة بدفع الأموال، على علاقة بالإصلاحات تتأخر. يعني المشكلة هي أن الانفجار وقع في ظرف لبناني صعب جدا، في كورونا، في الانفجار، في النازحين، في الأزمة الاقتصادية، في الحصار المالي، في خطايا السياسات المالية والاقتصادية السابقة. يعني كل هذا الوضع هو يرتب علينا هذه النتائج، ونأسف طبعا لذلك، ونأمل أنه بالمؤتمر الدولي اليوم الذي خصص للبنان 370 مليون دولار أن يسهم في نوع من إعادة نهوض وإعادة وقوف لبيروت وللبنان. هل الحل الآن هو في تحقيق دولي، بما أن هناك تعثر شديد لتحقيق لبناني صرف كما يتهم البعض، وحتى هناك عدم ثقة أصلا في النتيجة التي يمكن أن تأتي منه؟ إذا كانت لبنان أو إذا كان لبنان يريد مساعدة من المجتمع الدولي، هل الحق في تحقيق دولي تعتقدي؟ أولا نحن نثق بالقضاء اللبناني، ونحن نرى أن هناك مسارا جيدا يسلكه القاضي بيطار، وهو يعمل على ثلاث مسارات وبدأ بالاستدعاءات، يعني عم يعمل شغل جيد القاضي بيطار. المشكلة مش في القاضي بيطار يا أستاذة رندلة، يعني هو في حد ذاته ليس المشكلة، المشكلة في التعاون معه وإسقاط الحصانات عن آخرين كي يستطيع أن يقوم بعمله. إذا ما حصل أي تأخير ولم تظهر الحقيقة والعدالة بمدة قصيرة، فيمكن التوجه إلى المطالبة بتحقيق دولي عندها.
إلى حين هذا ليس مطروح، لكن بالمقابل هل تعتقدي أن الأطراف الدولية يمكن أن تدعم لبنان اقتصاديا بما أنهم ربطوا هذا بذاك؟ إن شروط الخارج من أجل دعم لبنان اقتصاديا هو تشكيل حكومة تعمل على الإصلاحات وتربط الدعم المالي بالإصلاحات، ونحن من الفريق الذي ينادي دوما بالإصلاحات، وقدمنا عدة اقتراحات قوانين في هذا الشأن، ولدينا خطط إصلاحية ومشاكل. بالتالي شرط الخارج لدعمنا هو الإصلاحات، ولذلك اليوم نتطلع إلى تشكيل حكومة سريعا تقوم بالإنقاذ أولا وتبدأ بالعملية الإصلاحية ثانيا من أجل أن نحصل على الدعم. وأيضا يجب تغيير النهج والسياسة المالية والاقتصادية في لبنان لكي أيضا نحن نساعد أنفسنا ولا نتكل دائما فقط على الخارج. أشكر حضرتك الأستاذة رنديلي جبور، منسقة اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر من بيروت. شكرا جزيلا. شكرا. تستطيعون أن تستمروا في الإدلاء بالرأي أونلاين طبعا أو على مواقع نقطة حوار سواء على فيسبوك أو على تويتر، لكن من يفضل خطوط الهاتف المباشرة تفتح مرة أخرى على راديو بي بي سي معي أنا محمد عبد الحميد بعد قليل.